مشاهدينا، مثل ما شاهدنا في هذا التقرير، شاهدنا اليوم في قمة المعرفة إطلاق مؤشر القراءة العربي اللي شارك فيه عبد الله 148 ألف في الاستبيان، شارك فيه 148 ألف مواطن عربي. نعم. ومن خلال هذا التقرير شاهدنا وخلال قمة المعرفة شفنا أن المواطن العربي ظلم في الإحصاءات السابقة بأنه، نعم، يقرأ بين 6 إلى 7 دقائق، وطلع 6 إلى 7 دقائق أو ربع ساعة سنويا. وأيضا يعني هذا الموضوع 35 دقيقة، هذا المتوسط العالم. بالضبط. طبعا مشاهدينا، يعني حتى بهذا الخصوص يفضل القارئ العربي من الاستبيان بأن يتوجه إلى القراءة الرقمية أكثر من الكتب، وهذا هو التغير اللي حاصل في العالم الآن. ولكن دائما القراءة تأتي جنبا إلى جنب مع المعرفة، وهذا هو التوجه الجديد بأن القراءة لا تأتي وحيدة بل مع المعرفة، لأنها يعني عملتين لوجهين عفوا لعملة واحدة إذا صح التعبير. عشان نتكلم عن هذا الموضوع أكثر، عشان تعرف على المعرفة أكثر، معنا ضيفنا في الاستوديو الدكتور طلال أبو غزالة، رائد المعرفة في الوطن العربي وأيضا رئيس المنظمة العربية للتعليم. دكتور مساك الله بالخير وحياك الله في استوديو روح الاتحاد. نرحب بك. شكرا لكم. دكتور، بداية نبغي تعريف المعرفة، شو تعني المعرفة؟ هذا أشكرك، لأنه هنالك حديث كثير عن المعرفة. المعرفة حرفيا هي استعمال تقنية المعلومات والاتصالات في كل شيء. نعم. أي أن تقنية المعلومات الانفورميشن تكنولوجي، نعم، والتليكوميونيكيشن يصبح بالنسبة للإنسان وللدنيا كما الجهاز العصبي في جسم الإنسان. أي أن نتحرك في كل شيء، في تعلمنا، في اقتصادنا، في حكومتنا، في كل شيء من خلال تقنية المعلومات والاتصالات، والتي هي تعريفا المعرفة. المعرفة ليست أن نعرف الأخبار ونقرأ الصحف وإلى آخره، حرفيا هي استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في حياتنا. وإحنا أتوقع وصلنا إلى حد كبير، قطعنا هذا المشوط. أنا ليس من باب المجاملة، ولكن وبحكم موقعي في هذا الموضوع أقول خبر مهم. الأسبوع الماضي الجامعة الدول العربية وتحديدا مجلس الوحدة الاقتصادية أقر، نعم، وكلفني بإنشاء اتحاد للجامعات الرقمية في الوطن العربي. نعم. أي استعمال المعرفة في التعليم. وأقول أن أول جامعة عربية رقمية كانت في هذا البلد وتحديدا في هذه المدينة، في جامعة حمدان. نعم، جامعة حمدان. وهذه الجامعة العربية الأولى الرقمية التي حصلت على اعتراف بها. فبالتالي هنا بدأنا قيادة المعرفة في التعليم. نعم. هلا هنالك المعرفة في كل شيء. صحيح. في كل شيء في حياتنا. احنا لا يمكن، اذا اردنا ان نقول اننا نريد ان نتحول الى مجتمع معرفة، ما فيش مسار واحد. كما قلت يجب ان ننظر الى تقنية معلومات والاتصالات على اساس انها اداة لصنع المجتمع المعرفي. نعم. المجتمع المعرفي هو المجتمع الذي كل إنسان فيه هو إنسان معرفي. نعم. أو كما يسمي بيل غيتس نفسه عامل معرفة. أنت تصبح عامل معرفة، أنا عامل معرفة، كل واحد فينا في مجاله. نعم. هذا الكلام جميل يوصلني إلى سؤالنا القادم أيضا. نعم، السؤال القادم اللي نتكلم عن صناعة المعرفة. صناعة، نعم، المعرفة. نعم. كيف يمكن أن نصنعها، وخصوصا أن فعلا الحين حتى بداية المقابلة ذكرنا أن القارئ العربي الحين يفضل القراءة الرقمية وهي يعني نوع من أنواع التقنيات. أنا تكلمت اليوم، نعم، في المؤتمر، نعم، وإن شاء الله كلامي ما كان ثقيل على الحاضرين، لأنني قلت بأن نحن نعيش في عصر حياتين اليوم. نعم. نحن جميعا، نعم، الحياة التقليدية العادية التي تعودنا عليها، التقليدية، نعم، هو الافتراضية. أيوة. وهذا وهي الحياة الأخرى، والحياة الأخرى التي هي من خلال الإنترنت اللي هي الافتراضية، هي الافتراضية، الحياة الافتراضية. حتى الوقت، هلا أنا تعطيني ربع ساعة من الوقت، الدقيقة في حياة الإنترنت تعني 4 ملايين سيرش على جوجل في دقيقة، تعني 3 ملايين فيزيت على الياهو، تعني 220 مليون إيميل في دقيقة واحدة. نعم. هنالك عالم جديد اسمه الفضاء. هذا الفضاء، أنا مناداتي اليوم ومطالبتي بأن ندرك أن إذا كان هنالك عالمان
نحن بحاجة إلى نظامان تعليميان. نعم. النظام التقليدي اللي أنا تعلمت فيه. نعم. والنظام الرقمي الذي ولد فيه حفيدي. نعم. في وهو في حضن أمه يستعمل الجهاز ويستعمل الحليب. نعم. هذا الطفل الرقمي والذي الآن يجري من قبل الأمم المتحدة منظمة الاي تي يو تجري إحصاء سنوي لعدد ما يسموه المواطن الرقمي، أي نعم. الذي ولد رقميا. هذا المواطن الرقمي لا يستطيع أن يذهب إلى مدرستي التي تعلمت فيها واللي فيها الطبشور واللوح، نعم. ولا اللي فيها الألم والدفتر، نعم. لأنه وهو في حضن أمه عم بيستعمل اصبعه ليكتب ويقرا، يستخدم لوح رقمي. هم من يولدون خلاص يبدون هذا يقرا. لذلك وانا اليوم قلت، وايدني ممثل جامعه هارفارد مع اني كنت خايف ان يتالم من ملاحظتي، العلم التطور في التعليم في العالم يقوده فنلندا وليس صحيح. امريكا ولا صحيح. بريطانيا. فنلندا اليوم ألغت طلب تعليم اللغة في المدارس. يقول لك أي لغة بدك تعلم؟ ما هو الولد يستعمل اللغة، يستعمله بأصبعه، لازم اللغة تكون بالطبشورة وبالقلم. أيضا فنلندا قررت أنها تريد أن تصبح دولة معرفية كاملة أكثر مما هي. أصلا بالمناسبة المجتمعات الإسكندنافية هي أغنى مجتمعات نعم. في العالم. نعم صحيح. ليس عندها نفط ولا عندها غاز ولا عندها ثروة، لكن التعليم من الركائز الأساسية، التعليم المعرفي صحيح. الاقتصاد المعرفي، الحكومة المعرفية، المجتمع المعرفي. هذه الدول لم تحتاج إلى قرض، لم يلزمها أي مساعدة من أي دولة، عمره ما كان عندها عجز، عمره ما كان عندها بطالة ولا مظاهرات. دكتور يعني الحديث معك ممتع جدا بخصوص هذا الموضوع، لأن الموضوع أساسا شيق الآن بهذا الحديث عن الدول الإسكندنافية وغناها والمستوى المعيشي اللي هم عايشين عليه بدون النفط، ليش ما تخبرنا وبكل بساطة عن العلاقة بين المعرفة والاقتصاد؟ والاقتصاد أحسنت، هذا والسؤال نفس سؤالك سيدتي. نعم. هو صنع الثروة، المعرفة هي الطريق الوحيد لصنع الثروة في المستقبل. لن يكون هنالك أغنياء اصلا. الان اكبر شركه في الدنيا هي جوجل. نعم. وجوجل تبيع معرفه، ليس صح. بنك ولا شركه نفط. نعم. المعرفه تقنيه المعلومات والاتصالات، اي اختراع منها يوازي الاختراع الواحد الناتج القومي لدوله كامله. يعني عندما يكون عندك شخص، مش هتكلم عن الدول المتقدمه، هتكلم عن اوكرانيا دوله ناميه. نعم. مثلنا، مش مثل الامارات، مثل الدول الاقل نموا من الامارات. هذا هنالك عامل في مطعم اسمه يانكوم، اخترع نظام بدون دعم دولة، بدون تمويل، بدون مؤسسة، بدون أي شيء، وباعه للفيسبوك ب19 مليار. ويمكن اخترعه في غرفة متر في متر، وهذا الاختراع أنت بتستعمله في زنابك اللي اسمه الواتساب. هذا الاختراع هو ما أقصد فيه صنع المعرفة. عندما تصنع اختراعا معرفيا ياهو تساوي 120 مليار. نعم. فإذا نحن نتكلم عن تغير جوهري في صنع الثروة. هذه ثقافة بحد ذاتها دكتور. هذا هو الثقافة اللي أنا أريد، ولذلك اليوم قلت في مؤتمرنا أنا أريد نظامنا التعليمي أن يركز على شيء واحد. مش مهم دخل المدرسة أو لا، مش مهم إذا في صف أو لا، إذا رقمي أو لا، أن يكون التعليم موجها لكيف نصنع المعرفة، طلابنا يصنعوا المعرفة. وبالمناسبة كل صناعات المعرفة هي من شباب وطلاب. نعم. مش صحيح. من الختيارية مثلي. لأن دائما يعطيك الصحة والعافية دكتور. طبعا في هذا المستقبل، لأن نحن نواكب ونبغي الطريق الأسهل عن طريق الأجهزة اللوحية أو الهواتف المحمولة نقدر نوصل لكل شيء، فبالتالي ندور على تطبيقات تسهل علينا هذه العمليات وغيرها. هذا الشيء يوصلنا ويقودنا إلى هذا السؤال، أن ما هو مستقبل صناعة المعرفة؟ يعني في ظل الثورة المعرفية اللي نشهدها الآن، شو هو المستقبل؟ كيف بيكون المستقبل؟ شيء آخر. يعني أنا سعيد بهالسؤال، وأود أن ندرك أن نحن ما زلنا في بداية عصر المعرفة. يعني إحنا الآن عم نعمل التمديدات الأرضية لسه، البلامينج ما بنينا لسه ثورة المعرفة، إحنا في بدايتها. في عام 2050 سنصل إلى ما يسميه العلماء عصر التوحد، السينجولاريتي. نعم. بحيث يصبح الإنسان والطاولة والآلة واحد،
ونكون دخلنا في عصر الانترنت اوف ثينجز. احنا الان الانترنت انترنت الاشياء هي انترنت الاشياء، انترنت الاشياء تربطني مع الاجهزه ومع الاشياء، ونتكلم انا والاشياء كما صحيح. نتكلم نحن. وهذا الموضوع بحد ذاته وهذا الموضوع بحد ذاته دكتور، لو ان قلنا قبل 5 سنوات انترنت الاشياء كان يمكن بيضحكون علينا. شو ده خيال. لذا انا دائما استشهد بفنان رسم مشهور اسمه بابلو بيكاسو. نعم. بيكاسو نعم. قال كل ما يتخيل العقل ممكن قابل للتحقيق. انظري تاريخنا كله. نعم. احنا نتكلم الان عن عصر مقبل سيصبح فيه الانسان انسان اخر طبعا. جسميا، لان التطور في تقني في ما يسميه الذكاء الاصطناعي للاشياء سينعكس على انسان اقوى. نحن واصلين الى البيونيك انديفيديوال. نعم. الشخص اللي عنده قوه مختلفه عن قوتي وقوتك. نعم. لانه سنستطيع من خلال جيناتك ان نمنع المرض قبل. نعم. ان يحدث. صحيح. عندما يولد الطفل نستطيع أن نصنع أدوية خاصة لكل إنسان حسب خارطته الجينية. كلها عن طريق هذه التقنيات الحديثة والمعرفة. وهذا الموضوع عفواً بالحديث. نعم. عن هذا الموضوع هذا حاصل الآن. نعم. خصوصاً لمرضى السكري. نعم. قبل كان دواء واحد ينعطى للجميع، الآن لا، هناك دواء مخصص لكل مرض معين. نعم. طيب دكتور أنا ممكن أسترسل معك الأبد في هذا الموضوع، وأنا ممكن أقعد معك لبعد السنة القادمة. الله يعزك، لأنه أنت أسعدتني بالأسئلة اللي يجب أن تسأل. الله يطول عمرك دكتور. طبعا إذا بنتكلم الآن عن مؤشر القراءة اللي حاصل الآن. نعم. يعني مثل ما ذكرنا في بداية الحديث بأن القراءة تأتي مع المعرفة، لأنهم وجهين لعملة واحدة. ما أهمية هذا المؤشر في هذا المجال؟ أنا أريد أن أكون صريح، لأنه تعلمنا هذه من حكام هذا البلد العظيم اللي يرحب بالفكر. شو في أقل من نهاية هذا القرن. نعم. لن يكون هناك لا مدرسة ولا جامعة ولا كتاب. يجب أن ننظر إلى حركة التاريخ. التاريخ الآن متوجه إلى كل شيء رقمي. نعم. القراءة الرقمية هي القراءة. لم يعد هنالك شيء اسمه قراءة الكتاب. وكم كتاب قرأت الدولة؟ غلط أن نفكر ونحصي بهذا الإحصاء. عندما يتكلم قادة هذا البلد وبالذات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ويتكلم عن القراءة، أنا أفهم القراءة الرقمية. نعم. لأن أي قراءة غير القراءة الرقمية هي رجوع إلى الخلف. فإذا أنا لا أقول اجتهادا، الجامعات اخترعت بالقرن 18 فقط، لم يكن في جامعات. التعليم اللي احنا بنعلمه في المدارس هو كتاب فقط، نجلس على الكرسي الآن بدل ما كنا نجلس على الأرض. التوجه في المستقبل هو لكل شيء أن يكون رقميا. عندما أقول القراءة أنا أقصد أن الطفل الذي نسبته الآن حوالي 10-20% من الأطفال رقميين. بالمناسبة أنا اليوم قلت وفوجئ الجمهور بأن أعلى مستويات المعرفة الرقمية، القراءة الرقمية. نعم. والكتابة الرقمية. نعم. هي في مخيمات اللاجئين السوريين وفي اللاجئين الفلسطينيين. لماذا؟ لأن هذا الجهاز هو حياته. صحيح. نعم. ما عنده شيء آخر. أصبح من الأساسيات من يعني يوم يصير يطلبون هذا الأجهزة اللوحية كنوع من الأشياء الأساسية اللي توصلهم بالعالم. بالضبط. هذا هو وسيلة حياته. It's lifeline. نعم. ومن هذا الجهاز إحنا الآن نعلم اللاجئين في المخيمات أن يحصلوا وهو في المخيم على شهادة جامعية. نعم. من أحسن جامعات العالم عن طريق خلال أونلاين وهو في المخيم. نعم. طبعا إحنا هذه هي قدرة تقنية المعلومات والاتصالات. وأنا كما قلت قبل الهواء، أنا ترأست فريق الأمم المتحدة في عام 2001 الذي وضع سياسة العالم. نعم. للتحول إلى مجتمع المعرفة. دكتور إحنا راح نستمر في هذا الحديث معك دكتور. ومن تجربة شخصية، ابني قبل ما يدخل مدرسة أول ما تعلم يتكلم طبعاً. قال ألف باء تاء وقال A B C D من خلال التعليم الرقمي. مشاهدينا مستمرين في هذا الحديث الشيق والممتع، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مشاهدين الاستكمال حديث الشيق عن المعرفة مع الدكتور طلال أبو غزالة. وبالفعل يعني دكتور الحين نحن ذكرنا أن القراءة الرقمية أصبحت بشكل أكبر، المؤشرات تقول ذلك، الإحصاءات تقول ذلك، وهذا اللي يخلينا حتى التطبيقات أصبحت بديلة للكتب في بعض الأحيان. التطبيق تقدر تحدد الكلمات اللي والجمل اللي تباها وتحط أيضا الملاحظات على ذلك. بناء على ذلك نبغي
نحدد وبشكل واضح دور المعرفة في نهضة الأمم من الآن ومن المستقبل؟ أقول لك باختصار، المعرفة هي الأداة الوحيدة في الدنيا لتحقيق الديمقراطية. ليس هنالك دولة في الدنيا حققت الديمقراطية الكاملة في الدنيا، ولا أمريكا ولا غيرها. الديمقراطية الحقيقة تتحقق في الإنترنت، لأن كل من يدخل هذا الجهاز متساوي مع أي إنسان آخر في أي كرة مكان في الكرة الأرضية. صحيح. فإذا نحن أمام أداة لها إمكانات، وأنا هذا تعلمته من صانع الإنترنت الذي قابلته اللي هو كان مستشار رئيس الجمهورية الأمريكية، أن هذا الجهاز يحقق الديمقراطية الكونية ويجعل الإنسان متساوي. فإذا حققنا المساواة في المجتمع. نحكي عن العدالة الاجتماعية، ما فيش عدالة اجتماعية في أي مجتمع بدون هذا الجهاز، بدون هذا النظام. كيف يكون ذلك؟ مثلا أنا لا يمكنني أن أتخيل أنك تستطيع أن تقضي على الرشوة وعلى المحسوبية وعلى التمييز بين الناس إلا عندما تصبح كل معاملات الدولة كما في الإمارات إلكترونيا ورقميا، إلكترونيا بحيث أن أنا رقم، أنا آي بي أدرس. نعم. أنا مش طلال أبو غزالة، ما حدا لما بتعامل إلكترونيا أنا مثل أي إنسان آخر وأي إنسان آخر مثلي، نحن متساوين. صحيح. فإذا حتى تحقيق العدالة الاجتماعية، حتى تحقيق المساواة في الإنسان، إنسان نفسه. أنا خوفي وأنا قلت هذا الخوف، إحنا كنا نحكي عن الفجوة في الثروة. نعم. والفجوة في العلم. نعم. الآن إحنا مقبلين على فجوة بين نوعية الإنسان، لأن تقنية المعلومات والاتصالات ستستطيع أن تغير في جسمي وفي عقلي وفي ذكائي وفي ذاكرتي. نعم. وفي عمري. فإذا سيصبح عنا إنسان متفوق وإنسان متخلف إلا إذا حققنا هذه المساواة في المعرفة. ما بيجوز أن نصل إلى يوم أن نصبح نحن متخلفين جسميا فيزيولوجيكلي. نعم. وعقليا يصبح رفيقي اللي في قارة أخرى يعيش 120 إلى 150 سنة ويستطيع أن مخه أن يستوعب ذاكرته 10 أضعاف ذاكرتي وقدراته العقلية أفضل من قدراتي من خلال المعرفة. من خلال المعرفة. طيب دكتور، إحنا كنا نسمع زمان عن البيونيك مان والبيونيك وومن. صحيح. هذا قادم، بدأ مستر ريكس، هلأ في شيء اسمه مستر ريكس، هو بداية نموذج لإنسان متفوق جسميا. نعم. دكتور طبعا الوقت يداهمنا للأسف، وأنا ما أبغي أختم هذا اللقاء معك بدون ما أسأل هذا السؤال لأهميته في وجهة نظري. الآن يعني شخصيا كنت أنا واقع في هذا الخطأ، وكنت مش مقتنع بمسألة أنه لا وما يصير التعليم من خلال الآيباد. نعم. وليش ابني ماسك الآيباد، المفروض أنه يتعلم ويفهم، إلى أن اكتشفت أنه فعلا الوسائل هذه الجديدة هي أساليب سليمة وهي طرق صحيحة لازم نحن نواكبها. هذا صحيح. ماذا تقول للناس اللي مقتنع على عكس ذلك؟ كيف ممكن أن نقنعهم بأن هذا الشيء هو التوجه الجديد، هو النقلة الجديدة في تطور الإنسان على مستوى العالم؟ لا تضيع وقت، اقتنعهم، ما تقنعهم ولا تصرف وقت. الواقع تقنعهم. بيقنعهم. الطفل الصغير اللي قاعد في حضن أمه يشرب الحليب مع الجهاز. نعم. هو سيفرض هذا الواقع، كما أنه أعظم عظماء العصر الحالي بيل جيتس، زوكربيرغ، ستيف جوبز، كلهم تركوا المدرسة. صحيح. لأنها اللي سموهم دروب أوت. نعم. لأنه اكتشفوا أن التعليم لا يفيدهم. هذا الطفل متفوق عليهم لأنه هذول لم يولدوا مثله، هم هذا ولد رقمي. نعم. الطفل الذي بعد قبل أن يمشي، قبل أن ينطق، يعيش في عالم تقنية المعلومات، هو الذي سيفرض التغيير علي وعلى الوزراء وعلى صانعي القرار. إذن ما في داعي أن يعني نضيع وقتنا في أبداً. هذا النقاش اللي ربما يكون في بعض الأحيان أبداً. عقيم، جدا مستمتعين معك في هذا الحديث دكتور، وفعلا يعني أثريتنا بهذه المعلومات. الله يطول عمرك. شرف لي طبعا. كل شكرا. الشكر لك دكتور طلال أبو غزالة، رائد المعرفة في الوطن العربي، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقيك في حوار آخر مثري أكثر ونتعرف أكثر على جوانب أخرى عن المعرفة. هذا سيكون شرف كبير لي. شرف. لأن هذه المدينة وهذا البلد هو منارة عصر المعرفة في الوطن العربي. إن شاء الله. إذن مشاهدين الكرام طبعا مشكور وما قصر دكتور. مشاهدين الكرام طبعا المعرفة هي الكنز الذي يجب أن يتم استثماره في كل بيت وفي كل إنسان، والألواح الرقمية هي أسرع وسيلة للوصول إلى عالم السواسية إذا نقدر نسميه مثل ما ذكر الدكتور. إذن متواصلين معكم مشاهدينا. بكل تأكيد نحن متواصلين مع باقي فقرات روح الاتحاد، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.
رجعنا لكم مجددا مشاهدينا مع آخر فقراتنا في برنامج روح الاتحاد، وهذه الفقرة مع مهرجان طيران الإمارات الآداب اللي معني بالمعرفة الشاملة اللي ترتبط بالكتب المعنية بمختلف جوانب الحياة من الفنون والعلوم إلى صحة الفكر والعقل وأسلوب العيش. طبعا هناك الكثير من الكتاب المدعوين خبراء في تخصصاتهم، والكثير منهم حققت كتبهم أعلى المبيعات، ومن بينهم ضيفنا اليوم الشاعر والكاتب وكاتب الدراما السوري الأستاذ عدنان العودة. حياك الله ومساك الله بالخير. حياك الله ومسا الخير. أهلا وسهلا فيك. في البداية يعني كنت تبين تقولين شيء صح؟ لا أنا بالعكس تفضل. أستاذ عدنان، طبعا إذا في البداية ممكن تخبرنا عن يعني وجهة نظرك ككاتب، كيف ترى هذا المهرجان وما قام به المهرجان من يعني جمع فئات مختلفة في هذا المجال الإبداعي؟ أنا المهرجان فعليا عرفت فيه من سنتين، هاي المرة الأولى اللي أدعى للمهرجان، وهذا شرف كبير لي أنه إدارة المهرجان دعتني. الحلو فيه أنه هي فكرة أساسا فكرة الطيران، يعني فكرة أنه شركة طيران مؤسسة الطيران، تعرف أنت أساسا الرحالة هن اللي بينقلوا المعرفة طبعا والثقافة أساسا. نعم. الإسلام دخل أفريقيا ودخل أندونيسيا عن طريق الرحالة. نعم. تمام. فهو دائما مفهوم الرحلة وأنه مؤسسة الطيران هو دائما بياخدك لمحل السلام ببساطة شديدة، فكرة التسامح والسلام. نعم. فإنه تقوم مؤسسة الإمارات للطيران برعاية هذا المهرجان اللي كتير مهم حقيقة، غير إنه هي عم بتجيب العالم وكأنه عم بتوصل رسالة للعالم أيضا إنه هاي البلد بلد ثقافة وسلام وتسامح. نعم. يعني سيد عدنان، أنت قلت أنك عرفت عن هذا المهرجان من سنتين. من سنتين. نعم. أعتقد هاي دورته السابعة. يعني. نعم. من خلال هذه المعرفة، هذا المهرجان أكيد يحتوي على مضمون منوع، هل تتوقع أن هذا المضمون يقدر يغطي كافة أوجه الثقافة والفنون؟ هلأ حقيقة هن المهرجان نازل تحت عنوان الآداب. نعم. تمام. بس فعليا مثلا هاي السنة دورة المهرجان عن الرحلة. بس الحلو بالمهرجان، تابعت البرنامج وشفت مين الضيوف وكذا إلى آخره، هن مغطين كتير. فيني أقول لك أنه المهرجان يتوجه إلى كافة أفراد الأسرة. نعم. بمعنى أنه حتى الأولاد صغار، يعني أنا مثلا من الأشياء اللي بدي أشتغلها أشياء العلاقة بفئة عمرية مثلا دون 10 سنوات أو 12 سنة. ففي سيدة المنزل تروح في ركن للطبخ وأشياء العلاقة بالطبخ، في شيء العلاقة بالقهوة ومسابقات العلاقة بالقهوة، غير طبعا مواضيع أخرى اللي العلاقة طبعا بالشعر والآداب والقصة وإلى آخره. هلأ أنا اللي بتمناه مثلا على يعني على الفاعلين على المشروع أو القائمين على المشروع أنه تضاف الفنون الأخرى، السينما مثلا ممكن نحكي، يعني ولو بهامش ضمن نفس الموضوع مشاركة تشكيل كذا إلى آخره. طبعا بالنهاية دبي فيها مهرجان سينما، أبوظبي فيها مهرجان سينما، بس أقصد ضمن هذا التوجه بشكل عام أن يكون للأداب والفنون معا. طيب هناك فعاليات كثيرة يعني ممكن نتكلم عنها، إذا بتعطينا رأيك عن مدى تأثيرها وكيف ممكن تأثر في مثل هذا الاحتفال إذا نقدر نسميه، على سبيل المثال إذا قلنا المونودراما. هلأ أنا فعليا ما طلعت شو العرض اللي راح يشارك بالمهرجان. نعم. بس أنا قلت لك هذا يدخل ضمن فن آخر اللي هو. نعم. فن المسرح، وبالتالي أن يرفض مهرجان الآداب بيكون كتير منيح. نعم. والمونودراما بتضل كيف بدي أقول لك، هي كون فن الممثل الواحد. نعم. هي تشبه إلى حد ما كتاب لا الشاعر الذي يلقي قصيدة إذا. نعم. بدك تشبه الحكواتي، وبالتالي يعني أميل للأداب من للمسرح بمعنى الواسع، يعني الديالوج وتعدد الشخصيات والإضاءة وكذا إلى آخره، توافر العناصر الأخرى. نعم. انتقالا إلى مشاركتك في هذه الدورة، دورة 2017 من هذا المهرجان، حدثنا عن هذه المشاركة. هلأ أنا رح شارك، أنا لحسن الحظ أني مسبع الكارات في شغلي، يعني متعدد التخصصات. نعم، متعدد التخصصات. أنا بكتب شعر. نعم. وبكتب مسرح وبكتب تلفزيون، بكتب. نعم. سيناريو يعني للتلفزيون والسينما. فمشاركتي راح تكون انه راح شارك بالامسيه الشعريه اللي راح تصير بالهواء الطلق تحت رمال تحت سماء او على رمال وتحت سماء دبي إن شاء الله. مع مجموعه من الشعراء العرب والعالميين والاماراتيين طبعا. بالسيناريو راح اعمل ورشه لناس طبعا من اعمار فوق 18 20 الى اخره، الناس اللي حابه تطلع على شوية عناصر من السيناريو. أنا رح أشتغل على عنصر واحد
يعني هذا اللي بتوفر لي الساعتين اللي بيسمحوا لي اني اقدر اقدم عنصر هو المشهد الدرامي، نوع المشهد، اشكال المشهد، بنيه المشهد، كيف يكتب المشهد، وبالتالي اقدر اشتغل على شيء تفاعلي مع الناس او الحضور على انه نكتب مشهد درامي او مجموعه مشاهد دراميه اذا توفر لنا الوقت. الجانب الثالث حقيقه اللي انا كثير متحمس له اني راح اتعامل مع طلاب مدارس، راح اعمل لهم شيء تفاعلي بالمسرح، وبالتالي كيف نستخدم المسرح في التعليم. طيب خلينا نوقف شوي عند هذه النقطه استاذ عدنان. طبعا انت اعمالك ما شاء الله متميزه دائما في جميع ما قدمت، فاذا بنتكلم عن الورش اللي سوف تقدمها للطلاب او انك متحمس للتعامل مع الطلاب، شو راح يكون في هذه الورشه؟ شو اللي تحب انك توصله؟ يعني ذكرت بانها هي ساعتين، لذلك طبعا هي راح تكون مكثفه وراح تركز على نقطه انت تبغي توصلها من خلال هذه الورشه. هل فعليا اهم شيء يواجه الطالب هو تكسير النص، أي نص، يعني مثل أي معادلة رياضية عندك النص الأدبي، كيف تكسر هذا النص الأدبي وتحوله لشيء ممتع، تمام، تطلعه من حالة الخطابية، تمام، وبالتالي أنت ممكن تتناول إذا بدك كيف بدي أقول لك نص مقروء عندهم، موضوع مقروء عندهم موجود بالكتاب، كيف منقدر هذا النص نرجع نفكفكه، تمام، ونلعب فيه، توفي فيه الروح طبعا، ونطلع عرض مسرحي، يعني خلال ساعتين من الزمن واحنا قاعدين نستخدم اصابيعنا، نعلي صوتنا، نصمت، يعني نرقص، وبالتالي نعطيه حياته، وبالتالي نستمتع فيه. حاله تعبيريه اكثر ما تصير مسرحية. حبر على ورق مسرحية. نعم من ورش العمل خلينا ننتقل مره اخرى الى موضوع الترحال والسفر، وان كيف ممكن ياثر على كتابه الكاتب. حقيقة هذا موضوع يطول، ويمكن الوقت ما وقتنا قصير. أنت ذكرت شوية عنه في البداية. وقتنا قصير. بكل أحوال التاريخ العربي أساساً من المعلقات وأنت طالع يبدأ من الوقوف على الأطلال ووصف الراحلة ومن ثم موضوع القصيدة، وكلياتهم سافرين يعني. نعم. يعني تعرفوا إنه العرب دائماً هاي مفهوم الرحلة عندهم. رحل. لأنه أساساً المجتمع العربي قائم على مفهوم الصحراء، والصحراء هي دائماً. قصدي كمفاهيم إنه الصحراء هي اللا مكان. فعليا يعني اذا شفتي انت بمسلسل فنجان الدم او بمسلسل بدوي اخر صحراء، ما بتعرفي هاي الصحراء صحراء شو، تمام، بس انت لما بتشوفي برج خليفه بتعرفي انه هاي دبي. دبي نعم. اقصد انه الصحراء هي نقيض المكان، تمام، فحقيقه المكان غير موجود بالدراما البدويه على سبيل المثال، هو موجود بالدراما المعاصره، اشتغل علي نجيب محفوظ، اشتغل علي أسامة أنور عكاشة، مفهوم المدينة، تمام، بلشت تظهر المدينة. نعم. وبالتالي بلشت تظهر الدراما الاجتماعية وكذا إلى آخره. أنا من الناس اللي أثرت علي الترحالي بطبيعة الحال، مفهوم الرحلة يعني، والترحال والتنقل الدائم، فأنا كتير بركز على الشخصيات وعلاقته بالفضاء بالمعنى الأوسع أكثر من علاقته بالمكان. نعم. وهذا اللي يميزك طبعا بأعمالك الدرامية مثل فنجان الدم وأبواب الغيم وطوق يعني. طيب احنا اذا بنتكلم بايجاز بتخبرنا عن ما يميز هذه الاعمال، ونبغي يعني نطمع بان نعرف ما الجديد الذي قدمه. هلا انا بظني بقول بكل المناسبات اقول انه اساس المجتمع العربي هو العصبيه القبليه والدين، تمام، هذول نفس العاملين هن فعليا بقدر ما هن يشكلوا خصوصيه هذا المجتمع العربي، وقلن مزاياهن الايجابيه كمان قلن مشاكل، وبالتالي بحاجه للمناقشه. نعم. ما يميز اعمال الثلاثه باب الغيم توق وفنجان الدم انه هي يعني كيف بدي اقول لك اعاده مساءله هاي المفاهيم اللي هي العصبيه القبليه بالدرجه الاولى. ممتاز. نعم. ممتاز، يعني سعداء بهذا الحديث معك استاذ عدنان. صحيح. استمتعنا بهذه الرحله اللي اخذتنا فيها، طبعا شغفك مبين من كلامك، يعني حبك لهذا المجال مبين من كلامك، واعمالك تتكلم بحد ذاتها عن نفسها، يعني مو احنا اللي نشهد لك، شهادتنا فيك مجروح. الله يطول عمرك. شكرا لك الشاعر وكاتب الدراما عدنان العود على تواجدكم معنا اليوم في روح. شكرا لكم. شكرا. إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الرحلة اللي اصطحبناكم فيها واصطحبونا فيها ضيوفنا بالأصح في هذا المساء. اصطحبونا في رحلة مليئة بالعلوم والأشياء المفيدة، نتمنى أن أفدناكم فيها مثل ما نحن بعد استفدنا. على أمل أن نلقاكم مشاهدينا الكرام في حلقات جديدة من هذا البرنامج الذي ينقلكم إلى كل ما هو جديد في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات. تصبحون على كل الخير. مع السلامة.